إيران توعدت بتوجيه ضربات جديدة تجاه الأراضي العراقية بالمدفعية وبالصواريخ بل حتى وبالطائرات المسيرة. هذا الأمر كان واضحا من تصريحات صدرت في 24 ساعة الماضية من قبل قيادات مهمة موجودة في الداخل الإيراني، مثل قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، بالإضافة إلى وزير الأمن الإيراني الذي ترونه هنا وهو إسماعيل خطيب. هذه التصريحات ثبتتها ونشرتها وكالة تسنيم بالنسبة لقائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، وكذلك بالنسبة للسيد إسماعيل خطيب. ما الذي تحدثوا عنه يا ترى؟ بالنسبة لمحمد باكبور الذي تحدث عنه بشكل مباشر هي الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، قال ببساطة بأن هذه الأطراف لا زالت تتحرك على الحدود بين العراق وبين إيران وتحديدا في إقليم كردستان، وقال بأننا لدينا اتفاق مع الحكومة العراقية بأن يجب على هذه الحكومة أن تقوم بنزع السلاح من هذه الأطراف وطرد هذه الأطراف تماما من الأراضي العراقية، ولكن هذا الأمر حتى هذه اللحظة لم يتم، وهنالك مهلة ومدة تعرفها الحكومة العراقية، إن لم تلتزم بها فأننا مضطرون للتعامل مع هذه القوات. وطبعا التعامل هنا يقصد هنا وبضربها بشكل مباشر كما تحدث بأنها ستكون طبعا باستخدام كما تحدثنا المدفعية أو الطائرات المسيرة مثل طائرات شاهد 136 المفخخة أو حتى الصواريخ كما شهدنا عند اشتداد الأمور بين هذه الأطراف وبين إيران. وطبعا الأرض العراقية هي تكون مسرحا لهذه العمليات، بالإضافة إلى ذلك أن وزير الأمن الإيراني أو كما يطلقون عليه أيضا في تسمية أخرى وزير الاستخبارات الإيراني قال ببساطة بأن إيران تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة دخلت عبر الحدود الغربية إلى الداخل الإيراني، وهذه الأطراف قال بأنها مرتبطة بإسرائيل بشكل مباشر، ألقوا القبض عليها. وقالوا نتمنى من هذا الأمر ألا يتكرر، نريد مع العراق أن نضبط هذه الحدود لأن هذا أمر هو خطر على الأمن القومي الإيراني كما تدعي طبعا إيران. وفي نفس الوقت أكد بأن إن لم يكن هنالك التزاما وإن استمرت هذه التهديدات القادمة على الداخل الإيراني فإننا سنتصرف، والقوات المسلحة الإيرانية ستكون حاضرة في توجيه الضربات ضد هذه الأطراف التي تهدد الأمن الإيراني. المشكلة أن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان اشتدت معها الأمور وأصبحت الأمور خطيرة للغاية مع انفجار التظاهرات في الداخل الإيراني، حيث أن الإيرانيون اتهموا هذه الأطراف بأنها تتدخل في هذه التظاهرات، توصل الأسلحة لهؤلاء المتظاهرين وتقوم بزيادة عمليات التخريب في الداخل الإيراني. أيضا الأمر الأهم والأمر الأخطر الذي اتهمت به هذه الأطراف، قالت إيران بأن هذه الأطراف تدخل أجزاء الطائرات المسيرة إلى الداخل الإيراني، تركب في الداخل الإيراني وبعد ذلك تستخدم هذه الطائرات المسيرة في هجمات تأتي على إيران على سبيل المثال في أصفهان. وهذه التهمة هي تعتبر الأخطر لأن الاتهام هنا لهذه الأطراف بأنها تتعامل مع أطراف أجنبية في إشارة إلى أن إسرائيل تستغلهم في مثل هذه العمليات. فعلى سبيل المثال نهاية شهر يناير أي بداية هذا العام تحديدا كنا أمام شيء كبير قد جرى على الداخل الإيراني وعلى أصفهان تحديدا بهجوم بثلاث طائرات مسيرة من طائرات كواد كوبتر كما ترونها بهذه الطريقة. وطبعا في حينها جاءت نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قالت ببساطة أن هذه الأطراف هي التي تدخل أجزاء الطائرات المسيرة وهي التي كانت سببا في عملية تسهيل هذه المهمة وأن تتم هذه العملية في الداخل الإيراني بهذه الطريقة. وطبعا استمرت هذه العمليات بالطائرات المسيرة على أصفهان حتى بداية هذا الشهر تحديدا، بداية هذا الشهر كنا أمام انفجار قد جاء على محطة شهيد عباس بور. طبعا هذا الانفجار كان قد جاء على هذه المحطة التي ترونها، وهذه المحطة عندما جاء الانفجار فيها كان انفجارا كبيرا للغاية، وطبعا كما تلاحظون انفجارا ليس بالعادي أبدا، يعني كانت ظروف حقيقة صعبة وغامضة، إيران لم تأتي بأي تفسير لما جرى هنا. والمشكلة أن هذا الانفجار الذي جاء هنا طبعا كانت التصريحات الواضحة القادمة
والتسريبات. تحدثت من موقع ألف على سبيل المثال، قال بأن طائرات مسيرة كانت خلف هذا الانفجار. جاءت مباشرة أيضا تشيرر ألارم لتتحدث أن طائرات مسيرة كانت خلف هذه المسألة. بالتالي تقريبا 4 حوادث في داخل أصفهان منذ الاتهام الإيراني لهذه الأطراف الموجودة في العراق بأن تم استخدام الطائرات المسيرة فيها، وبالتالي هذه الأطراف بسهولة ممكن أن يوضع عليها الاتهام أنها كانت خلف كل هذه الانفجارات التي جاءت في داخل أصفهان. بل إن ما هو مثير في 24 ساعة الماضية كنا أمام انفجار كبير تزامن مع التصريحات القادمة من قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني ووزير الأمن الإيراني. الانفجار تحدثت عنها وسائل الإعلام بالتفاصيل وقالوا بأن كان هنالك 17 جريحا من هذا الانفجار الذي جاء في أحدى المستودعات مثل هذا المستودع الذي ترونه. طبعا هذا المستودع إذا ما ألقيتم نظرة احترق بهذا الشكل، مستودع كبير، نار كبيرة اشتعلت بهذه الطريقة. لم يعرف أحدا حتى هذه اللحظة ما هو السبب، هل هو حادث، ما الذي جرى في هذه المنطقة، وما الذي يتواجد أساسا في هذا الموقع. وطبعا هذه هي مسألة مهمة للغاية بالنسبة للجميع لكي يعرف ما الذي جرى. ولكن أولا أين جاءت هذه المنطقة؟ طبعا الحديث بأنها في طهران، وإذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع سنلاحظ بأننا لسنا أمام الكثير من العلامات. طبعا هنا المستودع واضح بأنه بين منازل وبفرع ضيق، ولكن الأهم بأن هنالك شبابيكا نوعا ما بشكل مميز ممكن أن تساعدنا في الوصول إلى هذا المستودع. هنا شباكين وشباكين بهذه الطريقة طبعا مميزة للغاية، وطبعا مع هذه الإشارات ونلاحظ بأن هذا المبنى من شكله بهذه الطريقة يوضح بأنه نوعا ما منفصل، ليس هنالك مبنى إلى جانبه إلى اليمين. وأيضا في نفس الوقت طبعا نتحدث عن شبابيك هنا كثيرة نوعا ما أو فتحات موجودة في هذا المستودع. نأخذ أول 3 فتحات تأتي مع بجانب هذه الشبابيك المميزة، هذا هو المستودع. وأيضا هنالك نوعا ما سطح علوي موجود مقابل هذا الانفجار، نأخذه من لقطة ثانية لنتجه إلى هذا السطح. طبعا إذا ما اتجهنا إليه سنلاحظ بأن هذه هي الصورة لهذا السطح العلوي، وطبعا يأتي بهذا الشكل المميز، وهو سيساعدنا كثيرا في التأكد من هذا الموقع ووجود هذا الموقع. وأهم المعلومات التي نشرت عن هذا الموقع بأنه موجود أساسا في الرازي سكوير، الرازي أو ساحة الرازي الموجودة طبعا في العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدا إلى جنوب طهران كما جاء الوصف المرتبط بهذه المنطقة. وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن إلى القمر الصناعي، هذه هي طبعا كما تلاحظون العاصمة الإيرانية طهران، لنتجه إليها مرة أخرى بالاتجاه إلى هذه العاصمة المهمة للغاية التي شهدت أيضا الكثير من الأمور الغامضة. طبعا سنحاول الوصول والذهاب إلى ساحة الرازي. ها هي ساحة الرازي التي ترونها، ولكن يجب أن نلقي نظرة عامة على هذه المنطقة. أين من الممكن أن يكون هذا المستودع بالقرب من هذه الساحة المهمة للغاية والرئيسية الموجودة في الداخل الإيراني؟ سنلاحظ بأننا أمام عدد طبعا من المستودعات مثل هذا المستودع، هذا المستودع، أو هنا مستودعات أخرى. المشكلة أن المستودع الذي نتحدث عنه أولا أنه كبير في حجمه، وأيضا بأنه متواجد بين مبانٍ، بين بيوت، أي أنه موجود في فرع ضيق كما تحدثنا، وهذا يتطابق مع هذا المستودع الكبير الذي ترونه. واضح جدا بأننا أمام فرع ضيق هنا، فرع ضيق هنا، نوعا ما يتطابق مع حقيقة ارتباط هذا المستودع بمنزل لا يأتي أي شيء بجانبه مما يرشح أن هنالك شارع أو فرع بهذه الطريقة. بالتالي دعونا نقترب من هذه المنطقة المهمة لنلاحظ ولكي نتعرف عن طبيعة هذا المستودع الذي انفجر طبعا. وبالتالي إذا ما اتجهنا قليلا إلى الشمال نحاول الآن أن نقترب من هذه النقطة أكثر، وطبعا ليس هنالك شيء واضحا لا من الشبابيك لا شيء، ولكن يجب أن نعود بالتاريخ قليلا لنأخذ صورة واضحة. طبعا سنحاول العودة الآن كما تلاحظون إلى عام 2022، سنلاحظ الشبابيك توضحت قليلا بالاقتراب من هذه المنطقة الآن، ونحاول التوقف. سنلاحظ بأننا نوعا ما أمام نفس العلامات، هذه الشبابيك تأتي بهذا الشكل وأيضا الشبابيك الأخرى تأتي بهذه الطريقة. المبنى متطابق مع المبنى الذي تحدثنا عنه، لا مبنى هنا أبدا، وهذا يعني بأننا أمام شارع. وطبعا سنلاحظ بأننا أمام شبابيك هنا، هذه هي الشبابيك التي كانت ظاهرة لنا. إذا ما عدنا قليلا نحن قد أشرنا إلى 3 فتحات موجودة في هذا المستوى، هذه هي الفتحات التي ترونها، وأيضا هذا هو السقف العلوي الذي يأتي مقابلا لهذه المنطقة. إذن هذا المستودع هو الذي انفجر، هو الذي احترق. وبالتالي عندما تأخذ نظرة عامة مرة أخرى عن هذا المستودع
المستودع كبير، المستودع ليس صغيرا أبدا، دائما هذه الانفجارات تستهدف مستودعات كبيرة. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ كيف وصلت الأمور إلى هذا الشكل وإلى هذه الطريقة؟ طبعا هو طبعا يظل أسئلة وكثير من الأسئلة لا إجابة عليها في الداخل الإيراني. وطبعا في حينها وضعت طبعا بعض التفسيرات من إيران انترناشونال كما نقلت أو نقلت من وكالة فارس، قالت بأن هنالك أن هذه النيران قد اشتعلت في مستودع لقطع غيار السيارات والدراجات النارية في ساحة الرازي جنوب العاصمة الإيرانية. ليست بالقضية كبيرة، لا أسلحة لا أشياء خفية، ولكن نفس هذه العملية كنا أمامها الشهر الماضي أيضا هنا في هذه المنطقة أو في هذه المستودعات التابعة لشركة إلكتروستيل الموجودة طبعا في مشهد. كان انفجارا كبيرا، هذه المستودعات طبعا هي حقيقة مستودعات قد تعرضت، ثلاث مستودعات احترقت بالكامل. تلاحظ انفجار كبير للغاية، قالوا بأنه لأدوات المنزل أو تحضير أدوات المنزل أو غيرها، وتوقفت الأخبار إلى هنا. ما الذي جرى؟ لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحال؟ من الذي قام بهذه العملية؟ لا إجابات نهائية من الداخل الإيراني، ولكن ممكن أن تذهب الأمور بعيدا وتذهب إلى الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة طبعا في داخل إقليم كردستان، كونها تتهم بأنها تعاون إسرائيل، تعاون المعارضة الإيرانية، تعاون المتظاهرين أو الموجودين في إيران الذين يقومون بمثل هذه العمليات. بالتالي الأمر خطر للغاية. ما الذي فعله العراق يا ترى تجاه هذه المسألة؟ هل العراق يتحرك لمنع الإيرانيين من فعل أي شيء هنا؟ نعم، كنا قبل أيام قليلة، تقريبا قبل 4 أيام أو 5 أيام، من زيارة مهمة قام بها مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي إلى إقليم كردستان، إلى أربيل، التقى بوزير الداخلية في إقليم كردستان وهو السيد ريبر أحمد لكي يناقشوا قضية مهمة، ألا وهو المحضر الأمني الذي وقع بين إيران وبين العراق. وكانت النقاشات جادة للغاية، ما الذي طبق، ما الذي ممكن أن نفعله؟ وطبعا هذا المحضر هو قد وقع برعاية رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني بهذه الطريقة، بحضور مستشار الأمن القومي العراقي، بحضور السيد علي شامخاني وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تم توقيعه في 19 مارس، من أجل ضبط هذه الأمور بعد كل الأمور الخطرة التي جاءت من إيران تجاه الأراضي العراقية، تجاه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. وطبعا الاتفاق مبني على عدد من الأمور الأمنية، ولكن أساسها وأساس هذه المسألة هو أن تكون القوات العراقية ألوية من القوات العراقية بمشاركة ألوية من قوات البيشمركة على الحدود بين إقليم كردستان وبين إيران، وطبعا لكي تمنع هذه الأطراف من القيام بأي تدخلات ممكن أن تهدد الأمن القومي الإيراني، ويجب أن يكونوا على النقطة الصفرية. لكن كانت هنالك عدد من التصريحات المرتبطة بهذه المسألة من عدد من الأطراف المهمة الموجودة في داخل إقليم كردستان، مثل السيد محمود خوشناو. وطبعا السيد محمود خوشناو كان قد وضع عدد من التصريحات للشرق الأوسط، والتي تحدث فيها بأن هذه النقاط الصفرية أساسا هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة هي تتواجد فيها أساسا، وأن هذه الأطراف هي ليست تحت سلطة حكومة إقليم كردستان لكي تستمع إلى التعليمات. في نفس الوقت بأن هذه الحدود وعرة وصعب للغاية التعامل معها والسيطرة عليها، حالها حال أيضا الحدود بين العراق وبين تركيا، ولهذا هذه المنطقة دائما ما تتعرض إلى الضربات بشكل دائم، وبالتالي لا بد من إيجاد حل عقلاني مختلف، أي أن الحلول التي وضعت من خلال هذا الاتفاق والمحضر الأمني الذي وقع بين العراق وبين إيران على المستوى العملي من الصعب جدا تطبيقه، وبأنه ستكون هنالك مشاكل كثيرة في هذه القضية. وبالتالي يبدو من خلال هذه التصريحات وغيرها بأن إيران لن تكون بعيدة أبدا من القيام بعملية عسكرية جديدة على الداخل العراقي وضد هذه الأطراف في المستقبل القريب، وخاصة أننا يجب أن ننتبه أيضا بأن إيران تمر بتطورات مهمة على مستوى المنطقة تأتي في مصلحتها بالدرجة الأساس، فهي الآن في تعاون كبير مع روسيا، في تعدد للقطبية كبير مع روسيا، في نفس الوقت هي مع عملية عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين المملكة العربية السعودية،
وأيضا عودة نظام بشار الأسد أيضا في عملية هذه العلاقات الدبلوماسية وغيرها. نوعا ما إيران في نشوة كبيرة لمواجهة العقوبات الأمريكية ولمحاربة التواجد الأمريكي بشكل عام، إن كان في العراق إن كان في سوريا، تريد جميع أعدائها أن يكونوا خارج المنطقة، إن كانوا الأمريكيين إن كانت القوات الأجنبية وإن كانت حتى هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. أي خطر قادم من أي اتجاه يجب أن يبتعد عن الحدود الإيرانية، ويجب أن ننتبه أن عودة نظام بشار الأسد إلى هذه اللعبة وإلى طبعا العلاقات الدبلوماسية في المنطقة، حضوره في قمة جدة القمة العربية المهمة للغاية، ويعتبر انتصارا لإيران انتصارا لروسيا في هذه المنطقة. وطبعا كان قد ظهر الرجل الرئيس السوري بشار الأسد بهذه الطريقة، تحدث عن تعدد القطبية، تحدث عن تعديل للنظام الموجود في الجامعة العربية والقمة العربية المهمة، بأننا يجب أن نقوم بعد عدد من التعديلات في النظام الداخلي ويجب أن نتعاطى مع هذه الفترة أيضا. وطبعا هذا الأمر هو جعل الأوساط الأمريكية مثل الديلي بيست التي ترونها هنا أن تتحدث بأن في حقيقة الأمر ما جرى في روسيا في سوريا عفوا هو انتصار إيراني روسي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت في سوريا وهذا هو بالضبط ما جرى. بالتالي نحن فعلا أمام متغيرات كبيرة للغاية قد تشجع الإيرانيين للقيام بعملية عسكرية جديدة، ضربات جديدة ضد هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في إقليم كردستان.